بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا. ذكرنا الحديث ووصلنا إلى قوله عليه الصلاة والسلام: فلما نصف الطريق أتاه ملك الموت. لما أراد هذا الشخص أن يتوب وأن يذهب إلى القرية التي نصحه ذلك العالم أن يذهب إليها، أتاه ملك الموت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. قالت ملائكة الرحمة: إنه قد أتى تائبا مقبلا بقلبه على الله. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي، فجعلوه بينهم حكما. فبماذا حكم؟ قال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيهما كان أقرب فهو له. فقاسوا ما بين الأرضين فوجدوه أقرب إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. ذكرنا أن في الحديث مسائل كثيرة. مسألة مهمة هي مسألة حقوق العباد. الآن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا سعة رحمة الله عز وجل، وأن الله تعالى غفر لهذا الرجل وإن كان قد قتل 100 نفس، لكن تبقى هناك حقوق العباد. تصور 100 نفس، أليس لهم حق؟ فهل يسقط حقهم أو لا؟ فالله عز وجل غفر له وقبل توبته لأنه تاب إلى الله توبة نصوحة. الآن حقوق العباد تبقى، وهؤلاء يختصمونه يوم القيامة، يختصمون إلى الله أمام هذا الإنسان يوم القيامة. حتى جاء في الحديث أن يأتي الرجل المقتول إلى الله عز وجل مع صاحبه الذي قتله، فيقول: يا رب سل هذا فيما قتلني. وتصور في هذا أيضا كل المعاصي الذنوب التي فيها حقوق للناس: السرقة، الظلم، إلى ما هنالك من أشياء. فهذه الأمور لا تسقط، لكن يوم القيامة إما أن يرفع الله عز وجل درجة هذا الذي ظلم، هذا المسروق منه، هذا المقتول، يرضيه إما برفع درجاته وإما بالتكفير من حسناته أو التكفير من سيئاته، كما جاء في الحديث، في حديث الذي يسأل فيه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه: تدرون من المفلس؟ كذا، إلى أن قال: المفلس من أمة من أتى بصلاة وزكاة وصدقة وصيام، وأتى قد ظلم هذا وضرب هذا وقتل هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من سيئاته. فإذا يوم القيامة هناك مخاصمة، ويتقرر من الأحاديث ومن مما نقرأه في باب التوبة والاستغفار وفي باب القضاء يوم القيامة، أن حق الله تعالى الأصل فيها المسامحة. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وأن يتوب علينا، لكن الأصل في حقوق العباد المشاحة، أن كل إنسان يأتي ويريد حسنة ويريد أن تحط عنه سيئة، فينبغي للإنسان أن يحتاط. لذلك قرر العلماء، قالوا: الإنسان يتوب إلى الله إن شاء الله تعالى الله عز وجل يقبل توبته، لكن عليه أن يحتاط. كيف يحتاط؟ أي يحتاط بالتكثير من الحسنات، لأنه سيحتاج إليها حتى يقتص منه. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة صلاته، وأول ما يقتص
أول ما يقضى فيه يوم القيامة الدماء. فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا وأن يرحمنا، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.